الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقف اليوم مع الآية 37 من سورة آل عمران بعون الله تعالى. الآية هي قول الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تتكلم هذه الآية عن نشأة الفتاة الصالحة مريم رضي الله عنها، وتبين هذه الآية كيف أن الله كفلها زكريا عليه السلام، وكيف أن الله تعالى كان يعطيها رزقا. وتبين هذه الآية أن الله استجاب دعاء أمها رضي الله عنها. في الآية السابقة أخبرت أمها أنها جعلتها لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس ذكرك الأنثى، وأنها سمتها مريم. الحقيقة الآيتان متكاملتان معا. قوله تعالى: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تلاحظون معنا أن الآيتين مرتبطتان معا بالفاء. لاحظوا: فتقبلها ربها بقبول حسن. الفاء استئنافية، ماشي. تنتقل القصة للكلام على نشأة مريم. الكلام كان في الآية السابقة عن ولادة مريم، كيف ولدت. الآن كيف نشأت. الفاء فيها دلالة على أن الله تعالى قبل دعاء أمها، قبل دعاء أمها لما نظرتها لله عز وجل. ماذا تقول الآية؟ فتقبلها ربها. الكلام عن مريم، تقبلها يعني هي مريم رضي الله عنها. فعل تقبل فيه معنى تفاعل، خماسي تقبل فيه معنى التفاعل، يعني انه مباشرة سمع الله دعاء امها واستجاب لها وقبل دعاءها وتكفل بهذه الفتاة الصغيرة. تقبلها ربها. تلاحظون معنى هنا التعبير بكلمة رب وليس كلمة الله، لأن المقام مقام تربية ورعاية ونشأة. هذه الفتاة الصغيرة من سيربيها؟ من سيرعاها؟ زكريا. فلما قال ربها، كما تعلمون الآية تختار الكلمة المناسبة للسياق. هنا مش مقام ألوهية، هنا مقام ربوبية وكفالة ورعاية. تقبلها ربها بقبول، قبول. وهذا دل على أن الله أراد هذه الفتاة أن تكون بهذه الطريقة، بهذه الكفالة، ليعمل عليها آية من آياته فيما بعد لما تلد عيسى بعد ذلك عليه السلام. تقبلها ربها بقبول حسن،
حسن، وكل أفعال الله حسنة. وصف هذا القبول من الله تعالى بأنه حسن دل على أن هذه الفتاة لها هذه المنزلة عند الله عز وجل. فعل التقبل في القرآن وارد بهذا الاعتبار، مثلا قصة ابن آدم فيها قوله سبحانه وتعالى: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال نقطين: إنما يتقبل الله من المتقين. لاحظ فعل تقبل مبني المجهول، لم يتقبل مضارع مبني المجهول أيضا، الأول ماضي للمجهول، الثاني مضارع أيضا مبني المجهول، لم يتقبل من الآخر. لما يعني بين القاعدة ماذا قال الصالح؟ إنما يتقبل الله، يتقبل الله من المتقين. ففعل التقبل هذا حقيقة يعني يدل في تفاعل وحيوية الخماسي هذا، وفيه إشارة إلى حقيقة أن الله يرى ويسمع ويعلم ما في النفوس. يعلم الله حقيقة الإخلاص عند العابدين فيتقبل عبادات المخلصين منهم. إذا في إخلاص وفي قلب مقبل على الله، ربنا يعلم ذلك، ربنا يسمع الدعاء والكلام، ربنا يتقبل. وما يتقبل يعني يرضى هذا الفعل، قبول الله له معناه رضاه عنه، يرضى عنه ويثيب صاحبه عليه. والقاعدة العامة إنما يتقبل الله من المتقين. هنا الفتاة الصغيرة تقبلها ربها بقبول، والقبول الحقيقة هنا مصدر، اسم مصدر ليس مصدرا، تقبل مصدرها تقبل، هنا قال قبول، فعدل عن المصدر تقبل وأتى بالاسم قبول ليدل على يركز على الشيء المتقبل وليس الفعل نفسه، على الشيء تقبلها بقبول. لو قال تقبلها تقبلا بيطلع عن مصدر، يركز على المصدر، هنا تركيز على الفتاة نفسها، أصبحت هي القبول المتقبلة التي قبلها الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. التعبير بالفاء فتقبلها فيها إشارة إلى أمر مهم، وهي قرب الله تعالى من الداعين. قرب الله من الداعين لما يدعو رب العالمين، أنت أريد أن يكون عندك هذا اليقين، لما أنت تناجي ربنا وتدعو الله سبحانه وتعالى أن توقن أن الله قريب منك، يكون عندك يقين، وأن توقن أن الله يسمع دعائك. إذا ما في يقين يبقى ما في إيمان أساسا. ثلاثة، أن توقن أن الله يستجيب لك بشرط، شرط أن تكون مخلصا. علم الله إخلاص أمها في دعائها وإيمانها وتقواها لله تعالى من المتقين، هنا تقبل منها دعائها، إنما يتقبل الله من المتقين. أنت إذا أردت أن يتقبل الله عملك ودعائك فلا بد أن تحقق فيك الإخلاص والتقوى حتى تنال ما عند الله تعالى. هذه واحدة. الآن ربنا تقبل دعائها، خلاص انتهت، خرجت من كفالة أمها والآن في رعاية الله تعالى، فانظر كيف ربنا سيرعاها، سيرعاها. وتابع القصة لترى العجب والحيوية في روعة التسليم لله. لما واحد يسلم أمره لله خلاص، لما أنت عندك شيء تخاف عليه، تخاف عليه سلمه لله، إذا سلمته لله انتهى، فأنت في أمان وهذا الشيء في أمان. الفتاة الصغيرة الآن خرجت من حضن أمها وهي بحاجة إلى أمها، وسلمتها أمها لله،
فكيف سيرتب الحكيم الخبير سبحانه وتعالى كفالتها وحضانتها؟ لاحظ، إذن هنا أولا تقبلها ربها بقبول حسن. اثنين، وأنبتها نباتا حسنا. إيش بعد القبول؟ التخطيط، تخطيط الرعاية، العناية، كيف اعتنى بها رب العالمين. عبر بجملة عجيبة أخواننا الكرام، لما تقف أمامها ترى عجب. أنبتها نباتا حسنا، أنبت رباعي، لا تقبل خماسي فعل ماضي، أنبتها فعل رباعي، أنبت إنباتا. قال أنبتها نباتا حسنا، كما قلنا في قبول، حمني دقيقة بالتركيب، روعة التركيب، كما قلنا في قبول اسم مصدر، المصدر تقبل، نباتا أيضا اسم مصدر، لأن المصدر بتاع نبت بتاع أنبت إنباتا، أنبت مصدرها إنباتا، تقول أنبت شيئا إنباتا. أما يعبر بكلمة نبات وليس إنبات، ركز على الشيء وليس على الحدث زي ما حكينا في القبول. فقال أنبتها نباتا حسنا، وصف النبات بأنه حسن. صار عندي الحسن اثنين مش واحد، حسن قبول وحسن نبات. وفعل الله دائما لا يكون إلا حسنا، لكن لماذا وصفه بأنه حسن وهو الحسن حقيقة؟ قال يدلنا على حكمة المولى عز وجل في اختيار ما في بطن الأم ليكون أنثى، علشان بعدين لما يربيها وتنشأ خليها تخلف بعد ذلك آية من آيات الله عيسى عليه السلام. فانظر ترتيب، روع الترتيب المولى عز وجل. أخي الكريم، انظر في حكمة التعبير بكلمة أنبت دون غيرها. أذكرك بآية سورة نوح، قول نوح عليه السلام لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فقال الله أنبتكم من الأرض نباتا، ذكر الناس كلهم كيف الناس ينشؤون على وجه الأرض. لا تقل لي معاشرة زوجية وإخصاب وحمل، هذا معروف متفق عليه، وحوين منى ومع بويضة ويتم التلقيح وصير بعدين حوين وإخصاء وزايكت وكذا، هذا كله متفق عليه. لكن عبر عن هذا بكلمة أنبت، أنبت في رحم المرأة. لما الجنين يمشي ببطن أمه نطفة وعلقة ومضغة وعظاما ولحما، هذا يمر كأنه يمر في أطوال النبات، كأنه نبات. البذرة في الأرض كالنطفة في الرحم. ذكر ربنا ماذا قال في معاشرة زوجية؟ إخواننا روعة القرآن عجيب، روعته مع أدبه. قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. في مرأة حرث وفي أرض حرث، في نبات هناك وفي حوين هنا وفي زايجوت هنا وفي إخصاب هنا، والنطفة على خمضة هناك بذرة وتبدأ تنمو، وهكذا وهكذا. فالأمر عجيب حقيقة في التعبير في كتاب الله. هذه واحدة. اثنين، لماذا قال أنبت؟ فعل أنبت على مين يعود؟ على الله. أنبت الله مريم نباتا. التعبير بكلمة أنبت لمريم أنها الآن ستنشأ يوم بيوم، كأنك أنت تلاحظ تطورها بعد ما ولدتها أمها. الآن ما في حضن أمها عندها، ما في، مش بحضن أمها الآن، هي في رعاية الله، ولهذا قال أنبتها الله. الإنبات عند المزارعين، النبات لما كان الناس زمان يزرعوا، اليوم بطل حدا يزرع، لا في زراعة ولا في إنبات إلا من رحم الله. الآن سلام من قمح أمريكا بيجيك جاهز مسلطن ومهرمن وفيران ومطحون
كان زمان لا إله إلا هو المزارع لما يزرع الأرض كيف كان يعتني؟ اسأل الفلاحين، اسأل جدك كيف كان يعتني في الأرض، يبذرها قمح ويحرثها ويقول يا رب، ينتظر شتوي ينزل عليها الغيث وبعدين يبدأ يراقبها، يقول لك الآن بدأ النبات بدأ يطلع، وبيحسبوها المزارعين الشتاء إلهم أيام وأيام وشهور وسعد وسعد ذابح وسعد بلع وسعد سعود وسعد الخبايا كلام. اسأل الفلاحين، وهذه شتوي صلبت وهي ما صلبت وهي أروت وهي ما أروت وهي أنبتت وهي ما أنبتت، وعالم أولاد المدن الآحمى ما تفي سوليفها، ما بنعرف هذا، هم نعرف يعني الاعتماد على الغير مش على زراعتنا. اللي عايز أقوله المزارع يقبل على زرعه ويراعيه يوما بيوم وبرعاه، لما يطلع القمح بيروح بعشبه بيقتلع، شو معنى بعش؟ بيقتلع النباتات الغريبة فلا يبقى إلا القمح، بعدين بيحرسه حتى ما تأتي الغنم تأكله، وبعد ذلك يكون عنده الاهتمام به ورعايته، ولما ييبس بيروح بيحصده، ففي عنده الآن متابعة ورعاية، ينمو النبات في الأرض باستمرار وتنمو آمال صاحبه معه الفلاح، آماله تنمو، وما بينضج القمح بصير حب إلا بتلاقي آمال صاحبه الناضجة معه، ولما يضع الحب في الكيس بقول خلاص أنا أمنت السنة، أمنت خلاص السنة ناكل حتى نشبع. ففي النبات في رعاية نمو وملاحظة نمو. لما قال لي عن مريم ربنا أنبتها وكأن مريم بذرة قمح، وكأن هذه النبتة اللي اسمها مريم تنبت على الأرض تزداد كل فترة نص ميلي سنتيمتر وهكذا حتى تستوي وتنضج، وهكذا نشأت هذه الفتاة العجيبة. لاحظ معي، فالتعبير بالإنبات هنا مقصود في هذا الأمر، إذن هنا لو كانت عند أمها لما لقيت هذه الآية وفق ترتيب المولى عز وجل. خلصنا الآن الأمر، ربنا تقبلها، ربنا أنبتها ورعاها، أين كان نموها؟ نمو مريم في بيت زكريا، لكن ماذا قال؟ قال وكفلها زكريا، معطوف على ما قبلها، وكفلها زكريا. زكريا مفعول به صار هنا، لأنه كفلها الفعل يعود على الله، يعود على الله. كفل الله مريم زكريا، نصب مفعولين، التكفيل لاحظ كفلها، يعني ربنا جعل زكريا كفيلا لها أو كافلا لها، من ترتيب المولى عز وجل أنه جعل زكريا يكفلها دون غيره. بعد إيش؟ بعد نزاع بين العابدين. زكريا كان رسولا نبيا عليه الصلاة والسلام، لماذا اختاره الله دون غيره؟ هل كان مع أنبياء آخرين؟ الله أعلم، قد يكون ليس مع أنبياء آخرين، قد يكون الرجال اللي معاه كانوا صالحين عابدين ربانيين، لكن لماذا زكريا دون غيره؟ قال لما اختلفوا من يكفلها استهموا على القرعة. في نفس آيات آل عمران بعد ذلك ربنا ماذا قال؟ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لما نوصلها نتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل. اختلفوا من يكفل هذه الفتاة اللي عمرها شهر أو أسبوع، الله أعلم كم، بعد ولادة مباشرة، لأنه كان عمرها يعني أيام أسابيع أو شهور، بنت صغيرة بحاجة إلى من يرعاها، فمن يتشرف بخدمتها ولعايتها من الصالحين استهموا ألقوا أقلامهم، وربنا أخرج قلم زكريا، فربنا قال كفل. إذا هنا لما قال كفلها زكريا اختار زكريا دون غيره، فخرج قلمه قال يا مبارك عليك أنت تتكفلها.
لماذا زكريا دون غيره؟ لاعتبار الأهم من هذا كل إنس أنه نبي وكليم، معروف هذا عليه السلام نبي، لكن أريد أن أنظر لها نظرة أخص من كونه نبي، نظرة تحريم. عادة تعيش في بيت زكريا وهي فتاة، غدا ستكبر وتصير فتاة كبيرة بالغ، فكيف تعيش في بيت رجل أجنبي عنها؟ فربنا اختار لها رجل محرم عليها عشان تقعد ببيته مرتاحة في أمان، ما في مخالفة شرعية. من هو زكريا الرسول عليه السلام؟ هو زوج أختها، زوج أختها مباشرة. وتحدثنا في الحديث السابق عن آل عمران، وقلنا إنه يحيى ابن زكريا أم أخت مريم على ما هو الراجح، وأن عيسى ويحيى أولاد الخالات، أمهاتهم أخوات، أم يحيى خالة عيسى، أم عيسى خالة يحيى، فربنا اختار زكريا لأنه زوج أمها. ما معنى هذا؟ هي خرجت إلى بيت أختها، زوج أختها محرم عليها، ستعيش في بيت زوج أختها كأنها في بيت أمها مطمئنة. وزوج أختها هذا مش إنسان عادي ولا إنسان مؤمن فقط، هذا إنسان نبي، عنده وحي وعنده نبوة، وسيربيها تربية النبوة، إضافة إلى كونها مطمئنة لأن هذا محرم عليها زوج أختها، هي ستنشأ عنده. فلما ربنا قال كفلها زكريا هو عبارة عن تفسير لقوله أنبتها نباتا حسنا. كيف أنبتها الله نباتا حسنا؟ لما نشأت بيت زكريا فكان زكريا يراعيها ويلاحظها ويربيها ويعلمها وحي النبوة، ما كان مجرد والله كفيل إلها، كان مربي، يعطيها الإيمان، يعطيها العبادة، يعطيها حسن الخلق، يعطيها التقوى، فكان يعطيها جرعات الإيمان مع الطعام مع الغذاء. فغذاها زكريا بغذائين، غذاء طعام وشراب لأنه عنده أخت زوجته، وغذاء إيماني وهو الأهم. فانظر كيف رباها زكريا هذه التربية الإيمانية وهي فتاة صغيرة، كفلها زكريا. في هذا إشارة إلى نقطة مهمة، وهي روعة تركيب الله عز وجل لأحداث قدره سبحانه وتعالى. كل شيء يفعله الله تعالى يكون بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، والقدر هذا دائما وفق الحكمة والعلم. الله عليم بما سيكون، الله حكيم، الله يفعل ما يريد، الله يرتب الأحداث كما يشاء. لو كانت مريم ذكر ما في كل هالترتيبات هذه، اطلع ذكر وبعدين لما يصير شاب بصير عابد معبد والسلام عليكم، انتهى كل شيء. أنثى وقبول حسن ونبات حسن وبيت زكريا وعندها رزقا، كله لتعلم حكمة ترتيب المولى عز وجل. الآن السياق ماذا فعل؟ طوى الصفحة، لما أنبتها نباتا حسنا كانت صغيرة عمرها شهور، لما قال كفلها زكريا كانت صغيرة عمرها شهور في بيت زكريا. الآن السياق ما يتكلم بالتفصيل، يعني ليست إخواننا الكرام، القرآن لما يتكلم بالقصة بالذات لا يتعامل القرآن، انتبه لها جيدا، أي قصة قرآنية لا يتعامل القرآن مع القصة باعتبارها رواية، رواية مفصلة من الميلاد للنشأة للفتوة للصبا للشباب للشيخوخة، يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة ومن دق دق للسلام عليكم، كما يقال مثل عندنا، يقول لك والله فلان حكى القصة بالتفصيل من دق دق للسلام عليكم، من دق الباب لغاية بالتفصيل يوم بيوم وساعة بساعة. لا، القصة القرآنية ليست رواية بالمفهوم الأدبي المعاصر، القصة القرآنية عبارة عن تركيز على مواطن العبرة،
يختار القرآن لقطات منتقى بعناية، بعناية. هذه اللقطة اللي فيها العبرة، أنا بهمني في قصة مريم حمل أمها ونذرها ومحررا القرآن حكى، بهمني ولادتها أنها أنثى القرآن حكى، الآن ربنا كفلها زكريا والآن عند زكريا تنمو وتنبت كما ينبت النبات، والمزارع مين؟ زكريا اللي يعتني بها ويلاحظها. انتهى. كيف نشأت أول سنة وثاني سنة وخامس سنة من عمرها وعاشر سنة من عمرها ما بهمني، أنا كقارئ القرآن. الآن اللقطة الثالثة أو الرابعة، الجملة الرابعة، صور لنا مريم وهي كبيرة، فتاة كبيرة عابدة، يعني بعد البلوغ، بعد الثلاثة والأربعتاش والخمسة من عمرها. فكيف طول القرآن سياق الصفحة من سن سنتين تقريبا نقول لسن 15؟ مش مهم هذا، ما بهمني ماذا كانت تفعل، بهمني أنها نشأت نشأة إيمانية وانتهى. الآن الجملة الرابعة، لاحظ، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أنا أتفاجأ الآن، أتفاجأ بهذه الشابة الآن، مش فتاة، شابة المؤمنة، أين موجودة؟ في المحراب. وأنه الآن تفاجأنا في المحراب، تعال يا كاتب لو أنت اكتب لي رواية عن المحراب. لاحظ معي، انظر الجمال، ما أتكلم عن الإعجاز في العرض الفني، هذا عايز فنان وعايز واحد على مستوى، أنا أتابع كلمات الآية. هذه جملة شرطية، جملة شرطية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما ذات شرط، ظرفية شرطية، فعل الشرط دخل عليها زكريا المحراب، جواب الشرط وجد عندها رزقا. أين المحراب؟ عند زكريا. هل المحراب في بيته ولا في معبده؟ ما بهمني، يهمني أنها الآن هي موقوفة لله تعالى، فعندها محراب. كلمة محراب كلمة سريعة وتنظر فيها أمر عجيب، والمحراب كثير ما ورد في قصة زكريا بالذات عليه السلام، بالذات زكريا عليه السلام. المحراب أولا اسم مكان على وزن مفعال، والمحراب هو المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، والمحراب مكان وقوف الإمام أمام المصلين في المسجد يسمى محراب، وهو قائم يصلي في المحراب. احنا نعتبر أن زماننا المحراب هو فقط مكان صلاة الإمام في المسجد، أي مكان أنت تصلي فيه في بيتك اسمه محراب، مش شرط يكون نص قوس، لا، يعني أي مكان للصلاة. الروعة، أعطيني ذهنك لهاللفتة العظيمة، ما حكمة تسمية مكان الصلاة محراب؟ ومن أين اشتقاق كلمة محراب؟ العجيب إخواننا، هاي روعة قرآن، عظمة قرآن. المحراب مشتق من الحرب، حرب. طيب انت لما تصلي بتعمل حرب؟ انت بتفتح جبهة؟ الجواب نعم، عشان واحد لما يصلي وهو نعسان يصحى، لما تروح تصلي وانتو نعسانين تعرف انك انت الان داخل في جبهة المحراب، انت في حرب. انا بعرف الحرب في الجبهة، اطلاق صواريخ، صواريخ القسام، سمعت اول امس ابو عبيده الله يرفع علمه وهو يتوعد ويهدد، واليهود اخذوا الارض من الخوف، شربوا شربا اول امبارح، وقال لهم انا عندي صاعق تفجير اذا ما بترجعوا لاعمار غزه ولا انتم تحملوا النتيجه، شيل عن ظهوركم بس صواريخ القسام وبس. هم الرجال وعيب ان يقال لغيرهم رجال،
لا إله إلا والله. اللغة ما سمعناها من 50 سنة، لغة العزة والكرامة ما سمعناها زمان. الله جابنا القسام هذولا الأسود هؤلاء، جابنا إياهم عشان إيش؟ عمل أبو عبيد وإخوانه إيش عملوا؟ جمعوا بين حرب الجبهة وحرب الصلاة وحرب القرآن، فكان محرابهم ميادين وصواريخ. إلا أقول هنا المحراب، أنت في الصلاة في حرب. كيف؟ أنت لما تدخل في الصلاة بيجيك الأفندي خنزب، شيطان الصلاة اسمه خنزب زي ما في الحديث الصحيح، بيظل بعيد عنك، لما تنوي يأتيك يقولك تعال معايا، خلي جسمك مكانه وتعال معايا على المطبخ وعلى الجامعة وعلى الدراسة وعلى الكتب وعلى الزواج وعلى كل شيء. بتلف العالم كله في 4 ركعات، العالم كله بتلف 4 ركعات صراحة. وبعدين اغفل في ذهنك وما تتابعه وكذا. إذن ايش تعمل انت؟ انت الان في حرب، قبل الدخول في الصلاة عايز حربك حتى ما تصلي، ما رديت عليه ودخلت في الصلاة قالك تعال حربك حتى ما تخشى، تعال صلي بس حركات وما تتأثر بالصلاة، ما تتربى بالصلاة. أخي الكريم، الصلاة بمقدار ما هي إقبال على الله وطمأنينة. أنا عايزك تفهم معنى هذا. لما أنت تقعد تناجي رب العالمين في الصلاة أنت في غاية الطمأنينة، متفقين على هذا؟ في غاية الأمان والسلام، متفقين على هذا. لكن كمان عايزك تعرف أنك الآن أنت الآن تحارب وأنت بتصلي، ومين بمدك في العون الذي تصلي له؟ الله يمدك بالعون سبحانه وتعالى وأنت تصلي له. فأنت في الصلاة في حرب مع الشيطان ومع أعوان الشيطان ومع حزب الشيطان، ولما تقرأ الآيات اللي فيها كلام عن الشياطين تصحى وانت كأنك أنت تصلي، تطلق تزعلش تضحكش تطلق صواريخ القسام على اليهود. لما تقرأ وانت بصلاة آيات اليهود انت كاب تطلق صواريخ من عندك انت هنا، وعندك كمان صاعق تفجير في عقلك لما تفجر الآيات في أعداء الله تعالى. هذه الصلاة الحركية، الصلاة الجهادية، الصلاة التربوية. أما صلاة مع الناس بتلاقي هو بيصلي وفات خذ تثاؤب وخذ غفلة وخذ كسالة وخذ مش عارف، هذه مش صلاة، هذه بتحرك بس جسمه لكن مش موجود هو. لا تنسى المعنى هذا كحكمة تسمية مكان الصلاة بالمحراب. طيب هنا كان عندها محراب صلي به هذه الفتاة المؤمنة، يدخل عليها زكريا عليه السلام، اتفقنا هذا محرم عليها زوج أختها، ما في مشكلة عليها عادي. الآن يجد عندها رزقا، قال وجد عندها رزقا. إيش معنى هذا؟ البيت بيت زكريا هو المسؤول عن البيت، هو صاحب البيت، عنده زوجته وأختها، يتكفل هو بإحضار متاع البيت أشياء البيت. ولعل في هذا إشارة إلى أن من معاني مسؤولية الرجل وقوامته على الأسرة أن يتولى هو تدبير شؤون البيت وشراء حاجات البيت. ما يقول روح والله يا أمي فلان روح جيبي لنا خضروات وفواكه والأخ جالس في البيت ومستريح، لا، عليك أنت إحضار الأشياء، أنت تعلم حاجات البيت وهي تأمن الأمور داخل البيت. زكريا تفاجأ يجد عند مريم رزق، لاحظ وجد عندها رزقة. أنا ما أتيت من أين أن لك هذا؟ أنا أحضرت أغراض البيت، أنا ما شريت لك الأشياء هذه، من أين لك الأشياء هذه؟ لاحظ معي، قال وجد عندها رزقة. كلمة رزقة أخي الكريم نكرة، رزقة هذا التنكير له حكمتين. الحكمة الأولى العموم والشمول، وجد عندها كل ما يمكن أن يسمى رزقة، والرزق هو الطعام والغذاء، طعام وشراب، وهذا موجود عندها وهي المتفلقة للمحراب، فوجد هذا عندها، هذه الحكمة. الحكمة الثانية الإبهام، أبهمها،
قال وجد عندها رزقا ولم يفصل ذلك. لماذا؟ حتى أنت ما تغلب نفسك وما تغلبنا في افتراض أصناف الرزق الموجودة عندها. بعض السادة المفسرين سامحهم الله غلبونا وأزعجونا واختلفوا. ماذا كان عندها؟ قال كان عندها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف. طبعا ايش عرفك؟ قال كان يجد عندها قطف عنب في الشتاء. ايش عرفك؟ قال واختلفوا، هو عندها عنب ولا تين؟ وذهبوا باختلافات كثيرة، ذهبوا بروعة التعبير في الخلافات ليس لها داعي. ما بهمني ايش عندها، عنب تين لحم مهما، ما بهمني هذا، يهمني الحكمة. فكلمة رزقا تنكيرها لإبهامها، ليعلمك أنت أن لا تخوض فيها. والله اليوم الشيخ ما حكانا، مش محضر درسه مظبوط اليوم، ما حكانا عن الرزق الموجود عندها. أنا قريت في كتاب تفسير الطبري أنه العنب، ليش ما قلت لنا أنه عنب؟ أنت مش محضر. إيه؟ يا سلام، لا نريد أن نذهب بروعة التعبير القرآني في أشياء ليس عليها دليل. ربنا لما قال رزقا قال لا تخوض فيه، أصنافه وأنواعه. أنا مش عايز أعمل لك الآن برنامج غذائي، أنا عايز أبين لك حكمة المولى في رزق هذه الفتاة. آيات الله تعالى، إيش معنى هذه الدلالة على هذا؟ من ترتيب الله لها أنه كان يعطيها رزق ينزله عليها وهي في محرابها. كيف كان نزل عليها؟ ما بهمني، لا تغلبنا وتغلب نفسك. كان زكريا يدخل عليها في مكان عبادتها يجد أمامها أصناف الطعام وهو الرسول فيتفاجأ. لاحظ معي، هذا ما يعنينا في هذا إخوان الكرام. دلالتين، دلالة أولى وهي على أن الله يتولى أولياءه. الفتاة هذه مش زي باقي البنات، هي موقوفة إلا محررا، ما عندها لا شغل ولا وظيفة ولا سعي ولا كسب، متفرغة للعبادة. لأن ربنا راح يكرمها وينزلها الرزق عليها تنزيل تنزيل. من تفرغ لله أغناه الله تعالى. كلمة على الهامش، لابد للمؤمن أن يأخذ بالأسباب. أنت مش زي مريم تقولي والله أنا بدي أروح على المحراب ولاقي قدامي بوكسة عنب، ما بتزبطش معك. أنت مأخوذ بالأسباب، أنت خذ بالأسباب. أما مريم هذه حالة خاصة. هذه واحدة. الثانية فيها إشارة نقطة مهمة وهي تكريم الله لهذه الفتاة، كرامة تكريم. في هذا دلالة، تعتبر هذه الجملة من الآية نص قرآني على ما يسمى بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء، مريم ليست نبية، ولية صالحة تقية، وربنا كان يكرمها ويدخل عندها على محرابها الرزق ويكون هذا أمامها، يرى زكريا. فهذه كرامات الأولياء إخواننا الكرام ثابتة وموجودة. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الأولياء المؤمنون المتقون. في مقدمة أولياء الله، اوعى تنسى، مش الولي الصوفي الدرويش اللي وصل لمراتب خاصة ولابس ملابس خاصة وكل إشي عنده أخضر في أخضر، لفته خضرة وجبته خضرة وحذاءه أخضر وجواربه خضرة ومسبحته خضرة وهذا بيطلع من أقطاب. لا، الولي يا سيدي اللي حامل رشاشه وبطخطخ على اليهود، هذا هو الولي اللي قاعد على منصة إطلاق صواريخ في غزة وبيطلق صواريخ القسام على اليهود، هذا بيسوى كل الملابس الخضر اللي مالها جهاد ولا استشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. آمنوا وكانوا هؤلاء أولياء، ربنا يكرمهم. وأعتقد جازما أن انتصار ساداتنا في غزة كان كرامة من كرامات الله تعالى لهم، كرامات أولياء. لما تعد لي كرامات أولياء غزة لو طلعونا فيها كتاب مجلد بيرفع رؤوسنا جميعا في هذا الأمر. إذا هنا كرامات أولياء، أي ولي صالح قد يكرمه الله سبحانه وتعالى. زكريا عشان نسرع الخطى قليلا، لما يفاجأ بهذا قال جواب الشرط كما كنا، قال يا مريم
أنى لك هذا؟ أنى اسم استفهام، استفهام هذا تعجب مش استبعاد. زكريا نبي يعلم أن الله معها، مش غريب عليه الكلام هذا، بس هو متفاجئ. إذا هنا أن اسم استفهام للتعجب والمفاجأة، يتفاجأ، وكأنه يقول إن الله يحب مريم فيكرمها هذه الكرامة. أن لك هذا، إيش تقول؟ قالت نقطتين، هو من عند الله، مبتدا وخبر بس. تلحظ في جواب مريم الأدب مع الله، التواضع بين يدي الله. تعلموا يا جماعة من مريم الأدب، هذه الشابة المؤمنة، هو من عند الله فقط. ما نفشت، وأنا والله اجتهدت وبذلت جهدي وأنا عملت وأنا وأنا وأنا، وبعدين لا، تواضعت بين يدي الله فقالت هو من عند الله، إن الله تعالى أعطاني هذا من عنده. إخوانا الكرام، إذا رأيت إنسانا يظهر كراماته فاعلم أنه ليس وليا. إذا قال لك أنا والله عندي كرامات وأنا عندي وأنا عندي وأنا عندي، لا، هذا قد يكون ممثل ودجال. الصالحون تزعلش مني، الصالحون كانوا يخفون كراماتهم عن الآخرين، وإذا ظهر وعرف الآخر كراماته كان يخجل، يخجل ويستحي، وكان عنده مشكلة، كان عامل عملي. لا، ما ماذا تقول؟ كلمتين، هو من عند الله. ثم التعقيب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هل هذا قول مريم استكمال له ولا من قول الله سبحانه وتعالى؟ لا، الراجح هذا تعقيب من الله عز وجل. هي حكت هو من عند الله، ربنا عقب على الحادثة كلها. ماذا قال؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه الثمرة، يا من تبحث عن الرزق اعمل زي مريم وخذ من الله كرامات. لاحظ معي، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، قاعدة قرآنية مطردة. يرزق الله عباده وفق حكمته سبحانه وتعالى، يعطيك من الرزق بمقدار ما يريده هو لك وليس بمقدار ما تريد أنت. أنا عايز أكون ملياردير بربع ساعة، بقول لي خذ لك كل يوم 5 ليرات وزيادة عليك كافي. يرزق من يشاء بغير حساب. ومعنى بغير حساب، معنى بغير حساب، الله ما بيعد عليك. الحكومة الرشيدة بتعد عد وكل شيء بمقداره، وما بزيد غير لما تدفعك أضعافها، تعطيك 5 آلاف باليمين بتأخذ 500 بالشمال ضرائب ومبيعات وغيرها. أما ربنا لا، ربنا كريم، يعطي بدون حساب، يعطيك ولا يعد عليك، يفيض عليك فيضا سبحانه وتعالى. فهذا من كلام المولى عز وجل. نكتفي بهذا يومنا هذا، جزاكم الله خيرا، إلى حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.